من بين المهام التي قام بها الأب بيير باتيستا بيتسابالا عند تعيينه مدبراً رسولياً لبطريركية القدس للاتين عام 2016 معالجة الأزمة المالية التي واجهت البطريركية في تلك الفترة، وقام بتعيين سامي يوسف وكيلاً عاماً للبطريركية، وهو أول علماني يشغل هذا المنصب. The Latin Patriarchate has a very high budget, more than 2,000 employees in different countries, different laws. Very complicated. You need now for these administration professionals. بالنسبة لي على المستوى الشخصي بعتبر هذا طبعا موضوع فخر واعتزاز بالثقة اللي أولاها لي غبطة البطريرك بالطلب أني أكون أول علماني في هذا المنصب في البطريركية اللاتينية. شغل سامي يوسف في الماضي عدة مناصب، منها نائب رئيس جامعة بيت لحم للشؤون المالية والمدير الإقليمي للبعثة البابوية في القدس. ما يميز عمل البطريركية اللاتينية طبعا هي التنوع. ما في مقارنة ما بين إدارة أعمالنا في الأردن أو في فلسطين أو في إسرائيل. في كل مكان بدك تأخذ بعين الاعتبار القوانين المحلية، وبدك تأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع اللي مضطر أنت تتأقلم في إدارة أعمالك لثقافة هذا المجتمع. ويقول سامي يوسف إن من أهم التغييرات التي تم إجراؤها هي إدخال الضوابط على الإدارة المالية، وعلى رأسها مبدأ الميزانية السنوية. في بداية كل سنة، هلأ في سنة مالية طبعا، بتم إقرار الميزانيات، بتم مراقبة الميزانيات والصرف خلال فترة السنة حتى نتأكد إحنا مش عمالنا نتخطى على الصلاحيات المالية. وبالتالي لأول مرة كان باستطاعتنا نعرف إحنا قديش حجم ميزانية البطريركية اللاتينية بهذا التغيير. كما تم وضع ضوابط داخلية وأصبحت الصلاحيات واضحة من أجل ضبط الإدارة المالية، فلا يتمتع أي شخص في البطريركية بصلاحية صرف أي مبلغ من المال بشكل منفرد حتى لو كان بقيمة دولار واحد، فأي شيك أو حوالة مالية يتم صرفها بتوقيعين اثنين. اليوم حسب أنظمتنا الداخلية وبموافقته وبكل سرور غبطة البطريرك، لا يملك الصلاحية هو يوقع منفردا على أي مبلغ. لقد تم تسديد نحو 80% من ديون البطريركية للبنوك المختلفة وتوفير الفوائد السنوية التي قدرت بملايين الدولارات، وهي تستخدم اليوم لتطوير مرافق البطريركية من مراكز ومدارس وكنائس وخدمات مختلفة. التحدي الأكبر عمليا هي التأكد أن الموارد المالية ومصادرها هي ثابتة وهي بتغطي مصروفاتنا، وبالأخص وهي بنعتبرها أمانة في رقبتنا بصراحة، هي 2000 موظف اللي بيستنوا هالراتب اللي حتى يعيشوا حياة كريمة من خلال عملهم في البطريركية اللاتينية. الشراكة بين العلمانيين والكهنة هي نموذج ناجح في إدارة أعمال الكنيسة. ويقول البطريرك بيتسابالا إن تعيين شخص مهني في منصب الوكيل العام للبطريركية ليس أمرا مؤقتا. Sami cannot remain forever, but to have a professional in the administration absolutely necessary today.